فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال لزوجته أنت طالق بالثلاث، فما الراجح في هذا؟ هل تعتبر طلقة واحدة أو تقع ثلاثة تطليقات؟ الجمهور والمذهب على أنه يقع، إذا جاء بالثلاث في لفظ واحد يقع، هذا المذهب. وهذا في عهد عمر رضي الله عنه أمضاه على الناس لما رأهم تساهلوا بالطلاق، أمضاه عليهم، أمضى الثلاث بلفظ واحد ردعا لهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.